بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات حصة 5 ابتدائي يوم السبت 23/9. destroy يدمر أو يحطم. join ينضم أو يلتحق أو يرتبط. continued يستمر أو يواصل. avoided يتجنب أو يتحاشى. win one يفوز أو يكسب أو يربح. become يصبح أصبح. lose lost يفقد أو يخسر أو يضيع. with special needs ذوي احتياجات خاصة. at the age of في عمر أو في سن. ال compete against يتنافس ضد. famous for مشهور بي أو معروف بي. win a medal يفوز بميدالية. طبعا حفظ واجب مرة، والجمل دي ترجمة وفهم عشان الخريطة الذهنية وتحضير الترجمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.